كشف مدير المصالح الفلاحية بالطارف عن أرقام هامة في إنتاج الحبوب والتي قدرت ب 647 ألف قنطار، إضافة إلى إنتاج 4,500,000 قنطار للطماطم الصناعية، وهي أرقام لأول مرة تحدث في تاريخ الولاية. تحصلت هذه الولاية وعلى أول مرة في تاريخها على كمية معتبرة من الحبوب تصل إلى 647 ألف قنطار، وهذا أول مرة في تاريخ الولاية. كذلك في مادة استراتيجية أخرى وهي طماطم صناعية، أين بمساحة تقدم 5,000 هكتار تمت الحصول على إنتاج يقارب 4,500,000 قنطار، وهذا أول مرة في تاريخ الولاية. هذا وقد تحدث مسؤول اتحاد الفلاحين عن انخراط 40 فلاحا لإنتاج مادة السجم للنباتات الزيتية مع إخوانهم الفلاحين على المستوى الوطني. مشروع إعادة بعث النباتات وزراعة النباتات الزيتية السلجم أو الكولزا، هذا المشروع الذي سيغني الدولة عن استيراد المادة الأولية، وكذلك يغنينا عن استنزاف الثروة المالية من العملة الصعبة. معرض المنتجين لهذه الطبعة 27 كان مميزا. الثروات الطبيعية والمنتوجات الغابية التي يمكن تثمينها من أجل تنمية مستدامة المنطقة، كما تشاهد هنا عندنا الفول السوداني اللي يعتبر من المنتوجات المحلية للمنطقة. هذه الأرقام المشجعة مبعث أمل في دخول قطاع الفلاحة للعصرنة من بابه الواسع.